بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلباء، السلام عليكم. ما زلنا نواصل مع فيديوهات المتتاليات العددية الخاصة بشعبة تسيير واقتصاد. في هذا الفيديو إن شاء الله رايح نتعرف على كيفية نمذجة وضعيات باستعمال متتاليات، الفوائد البسيطة والفوائد المركبة. عندما يودع مال في صندوق توفير من كاس ديبان، فإن البنك يمنح فوائد على المبلغ المدخر، يعني المبلغ اللي تحطه البنك يعطيك عليه فائدة. تحسب الفوائد البسيطة، عندنا فوائد بسيطة وفوائد مركبة. الفوائد البسيطة تحسب انطلاقا من الرصيد الابتدائي، انطلاقا من الرصيد الابتدائي، وهي متناسبة مع المدة الزمنية للإدخار. أما الفوائد المركبة، أو نقول إن الفوائد مركبة، وقتاش نقول هذا؟ عندما توظف الفوائد المكتسبة خلال سنة إلى الرصيد الابتدائي للإدخار، ويصبح رصيد سنة معينة يساوي رصيد السنة السابقة مباشرة زائد الفوائد المكتسبة. نشوف مسألة، وهذا كلش راه موجود في الكتاب المدرسي، المسألة هذه كذلك موجودة في الكتاب المدرسي، أنا عاودتها باش نفهموها مليح. ها هي المسألة أمامك. قال لك أراد شخص إيداع مبلغ 50,000 دينار، يعني 5 ملايين سنتيم، فعرض عليه البنك كيفيتين. الأولى الإيداع بفوائد بسيطة قدرها 5.5% في السنة، حيث يستفيد كل سنة بمبلغ ثابت يساوي 5.5%، أي من المبلغ الابتدائي، يعني 50,000 مضروبة في 5.5% تعطينا 2750 دينار. الكيفية الثانية أي الإيداع بفوائد مركبة، إيداع يكون بفوائد مركبة قدرها 5% في السنة، حيث يزيد رصيده كل سنة بمبلغ يساوي 5% من المبلغ المدخر في السنة الجارية، فالزيادة في هذه الحالة ليست ثابتة. إذن الكيفية الأولى كيف شرحت؟ الكيفية الأولى نسمي SN المبلغ المدخر، نسمي SN المبلغ المدخر بعد ان سنة. اولا المطلوب منا حساب S0 S1 S2 S3، يعني هي على شكل حدود متتاليات. يعني لاحظ S0 تساوي 50,000 دينار، 50,000 دينار. S1 واش تساوي؟ تساوي 50,000، يعني تساوي S0 زائد ماذا؟ زائد 2750، يعني 50,000 زائد 2750، ومنه تساوي ماذا؟ تساوي 52,750 دينار. S2 تساوي ماذا؟ تساوي S1 زائد 2750، أي تساوي 52,750 زائد 2750، أي تعطينا 55,500. هكذا S3 تساوي S2 زائد 2750، يعني 55,500 زائد 2750 شحال تعطينا؟ 58,250 دينار. هذه أولا. عندنا ثانيا ألف، قالك أحسب SN زائد 1 بدلالة SN. 2 ألف، لاحظ معي أننا نمر من حد
إلى الحد الموالي، يعني نمر من الحد، لاحظ، من الحد إلى الحد الموالي بإضافة له ماذا؟ 2750 دائما، دائما بإضافة 2750. إذن هنا كيفاش راح تكون عندنا؟ أي آس آن زائد الواحد تساوي آس آن زائد 2750. هذا ما نلاحظه. باقى لك استنتج طبيعة المتتالية آس آن. لاحظ أنها على شكل آس آن زائد واحد تساوي آس آن زائد آر. يعني واش نستنتج؟ نستنتج أن هنا آس آن هي متتالية حسابية. إذن با معنى ذلك، أو نستنتج معنى ذلك أن آس آن متتالية حسابية، حسابية حدها الأول، عفوا، الأول أي آس زيرو يساوي 50,000، وأساسها آر يساوي 2750. جيم قال لك عبر عن أس آن بدلالة آن. جيم عبر عن أس آن بدلالة آن، حيث أس آن تساوي أس، نعاود الحد العام لمتتالية حسابية، إذن آس آن يساوي آس أي الحد الأول آس صفر زائد آن آر. إذن الحد العام للمتتالية اللي رانا نخدم بها الآن آس آن تساوي 50,000 اللي هو الحد الأول زائد آن آر أي 2750 آن. لاحظ أن الأمر سهل جدا جدا. الآن نشوف الكيفية الثانية. الكيفية الثانية، هاي الكيفية الثانية، نسمي سي آن المبلغ المدخر بعد آن سنة. أولا المطلوب منا حساب سي صفر أي الحد الأول، سي واحد، سي اثنين، وسي ثلاثة. إذن سي صفر يساوي ماذا؟ يساوي 50,000 دينار. 50,000 دينار. سي واحد واش يساوي؟ يساوي، لاحظ، لاحظ الكيفية الثانية، قال لك الإيداع بفوائد مركبة قدرها 5% بالسنة، حيث يزيد رصيده كل سنة بمبلغ يساوي 5% من المبلغ المدخر في السنة الجارية. يعني السنة اللي قبلها تضرب في 5%، وبعد تجي السنة الجديدة هذه، وبعد تجي بعدها سنة تضرب ثاني في 5%، وهكذا. إذا هنا في هذه الحالة لاحظ أننا هنا هذه ضربنا السي صفر الحد الأول نضربه في 25%، يعني 50,000 مضروبة في، أو بالأحرى نكتبوها هكا، استنى ما تخلطناش، يعني سي صفر ما نضربوش نكتبوه في الأرقام في 5%، شعر في 5%. إذن كي نضربوا 5000 في 5%، شحال تعطينا؟ تعطينا 5,052,500. سي اثناني واش تساوي؟ نضربه ثاني، سي اثناني تساوي سي واحد هو اللي مضروب في 5%، يعني 52,500 مضروبة في 5% تعطينا 55,125. ومن بعد سي ثلاثة تساوي سي اثناني مضروبة في 5%، إذا شحال تعطينا؟ يعني 55,121 مضروبة في 5% تعطينا 57,881.25. فهمتوا كيفاش نحسبوا؟ يعني الكيفية الثانية كيفاش نحسبوها؟ صح، هذه أولا. ثانيا واش قالوا لنا؟ احسب سي ان زائد واحد بدلالة سي ان، كما نفس الأسئلة في الكيفية الأولى. صح، إذن
هنا ماذا تلاحظ؟ أي ماذا تلاحظون أعزائي الطلبة؟ نلاحظ أننا نمر من الحد إلى الحد الموالي له بالضرب بماذا؟ بخمسة بالمئة، بالضرب بخمسة بالمئة. يعني كيف أحتب الضرب بخمسة بالمئة؟ لاحظ معي، علاش بالضرب بخمسة بالمئة؟ لأنه 25%، لاحظ أننا نضرب بخمسة بالمئة. لاحظ لو قلت لك سي آن زائد واحد تساوي سي آن زائد خمسة على مئة سي آن مضروبة في سي آن، يعني سي آن زائد واحد تساوي سي آن زائد خمسة بالمئة منها. كي نقول خمسة بالمئة يعني خمسة بالمئة ها هي من سي آن، صح؟ لاحظ عندي سي آن هنا وسي آن هنا، يعني نخرج سي آن عامل مشترك تولي لي هنا سي آن تنضرب في واحد زائد خمسة على مئة في سي آن. كون نعاودو نضربو سي آن في واحد نصيبو سي آن، سي آن في هذه نعاودو نرجعو كما كنا هنا، صح؟ إذن تساوي ماذا؟ كي نوحدو المقامات لهنا تولي لنا 105 تقسيم 100، إذن تولي لنا 1.05 سي آن، هاي مضروب في سي آن. إذن هذا الألف. إذن قلنا نمر من حد إلى الحد، نمر من حد إلى الحد الموالي له بالضرب في 1.05. يعني لاحظ أن يعني واش قال لك ثاني السؤال با؟ لا السؤال إيه هذا 2 ألف، لا راني داير أنا هنا واحد 2 ألف وهنا باء استنتج طبيعة المتتالية. يعني طبيعة المتتالية وش معنى هذا؟ كي نمر من الحد الموالي له بالضرب في 1.05 معنى هذا أن سي آن متتالية هندسية، وهذا هو الأساس تاعها. إذن ب معنى ذلك، معنى ذلك أن سي آن أن سي آن متتالية هندسية هندسية حدها حدها الأول سي صفر يساوي 50 ألف، وأساسها وأساسها أي كولون يساوي 1.05. جيم واش قالوا لنا ثاني؟ عبر عن سي ان بدلالة ان، يعني جيم نعرف ان عبارة الحد العام في متتالية هندسية هي الحد الاول في كولون اس ان، اذا تساوي الحد الاول اللي هو 50 ألف في كولون اللي هو 1.05 اس ان. ثالثا واخيرا قال لك بالنسبة الى ادخار لفترة من سنة الى 10 سنوات ما هي الكيفية الاكثر فائدة؟ يعني هنا قال لك يمكن الاستعانة بالمجدول، يعني الاكسل، احنا ما رانا صراحة نخدمه به، نقصوا اللي خدموا بها في الكتاب ونجيبوها ونشوفوا عليها. ها هو قصيت المجدول اللي موجود في الكتاب المدرسي. ها هي اس ان اي المتتالية الحسابية، هي سي ان المتتالية الهندسية. لاحظ اي الحد الاول 5000 5000، اي سي ان شعر يساوي سي 2 سي 3 4 5 6 7 8 وهكذا، وما حسبوا حتى الحد التاسع، صح؟ نلاحظ، انتبه مليح، شوف مليح لهنا، للحد يعني للحد السادس لاحظ 63750 وهنا 63814، يعني وين تكون الفائدة أكثر؟ بالطبع راح تكون هنا في المتتالية الهندسية. إذن ماذا نلاحظ أعزائي الطلبة؟ نلاحظ أنه
أن الإيداع بالكيفية الثانية يصبح أكثر فائدة ابتداء من ماذا؟ من السنة الخامسة. هاي ابتداء من السنة الخامسة تبدأ هنا الفائدة أكثر. لاحظ هنا عندي لهنا فوق 50,000، هاي عندي هنا 63,814 فاصل كذا زيادة، يعني 13,814 زيادة فائدة، وهنا 13,750. في السنة السادسة هنا عندي 17,004، وهنا عندي 16,500. يعني هنا راي أحسن، في الكيفية الثانية تكون أحسن من الكيفية الأولى. أعزائي الطلبة، إلى أن ألقاكم بإذن الله في فيديوهات أخرى، أترككم في رعاية الله وحفظه. وقبل ما نروح نوصيكم بالدخول إلى هذا الموقع أو المدونة. في هذا الموقع لاحظ أنك تجد الفيديوهات مرتبة، أو تدخل ها هو، تدخل للسيت تاعك ها هو، تكليكي على هذه هنايا، لاحظ هنايا تكليكي عليها هذه، هاي دوزيام أس جي أو جيسيون إيكونوميك رياضيات، هذه هي اللي أتهمك تكليكي عليها، تدخل تصيب الدروس مرتبة تابع، يعني ما تظلش تتعب في اليوتيوب. اليوتيوب تدخل او دير بلاي ليست وتدخل تكتب بروف ام اش دي، ولا تروح لهذه تكتب بروف ام اش دي سكولز الجيريا يخرج لك الموقع هذا، ولا تصيبه في اليوتيوب. كي تدخل في اليوتيوب تصيبه منها في الطرف بلوك بلورانج، كليكي فوقه تخرج لك هذا المدونة او الموقع، يعني تسهل لك الامور، دروس تكون متسلسلة. اذا إلى ذلك الحين أعزائي الطلبة، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.